دعاء لهي باسمة جميلة. الشيخ حسن شافاها الله وعافاها. اللهم ثبتهم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. اللهم أبين قلوبهم الهم والحزن وفرج كربهم ويسر أمرهم وارض عنهم يا كريم يا لطيف. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونور لأبصارهم وذهابا لهمومهم وأحزانهم. اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم. اللهم ارزقهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلهم من أسعد خلقك. اللهم ارزقهم سعادة الدنيا وارزقهم سعادة الآخرة وافتح لهم أبواب رحمتك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كانوا مهمومين فامنحهم فرحا، وإن كانوا سقيمين فامنحهم صحة، وإن كانوا مكسوين فامنحهم قوة، وإن كانوا بحاجة فلا تكلهم لسواك. اللهم ارزقهم حبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك. بسم الله الله أكبر. اللهم إني أسألك لهم توفيقا في طريقهم وراحة في نفسهم وتيسيرا في أمرهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لهم ذنوبهم كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.